ابن ثور عن معمر عن الحسن أن قوما من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا اضطربوا بالنعال وبالأيدي فأنزل الله تعالى فيهم إن طائفتان من المؤمنين قد تتلوه فأصلحوا بينهما قال قتادة كان رجلان بينهما حق فتدارأ فيه فقال أحدهما لأخذن عنوة لكثرة عشيرتي وقال الآخر بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام هل ينطبق في الحرب دي؟ لا لا ما ينطبق في الحرب دي. الامر اكبر من ذلك. يا اخواننا الامر الحرب الحاصله الان دي في السودان الحاصله الان في السودان دي اكبر من ان طائفتان من المؤمنين واكبر من إن انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله واكبر من الحرابه ومن قطاع الطرق، اكبر من كل ذلك، واكبر من خروج على الحاكم. الحرب دي اكبر من كل ذلك. شوف النصوص دي كلها نزله في الحرب الدائره دي وزياده. كلها نزله فيها وزياده. كلها اكبر من هذه الاشياء. اول حاجه ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. دي ما طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يا اخواننا. الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا بيكون بيتين الشاكلوا، قبيلتين الشاكلوا، حيين زي ما جاء في سبب النزول. ولا رجلين الشاكر وقفت معاه قبيلته ولا وقفت معاه قبيلته ده وقفوا معاه جماعته ده وقفوا معاه جماعته اللي بيصلح بينهم من هو الحاكم والايه دي ذات تفسير شنو يا اخواننا ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما يجي الحاكم يجي الناس المسؤولين يصلحوا بين القبيلتين ديل فاصلحوا بينهما طيب آه فان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي يا أخوانا الصالح وقالوا خلاص صالحنا خلاص وقف الصالح واحدين قالوا صالحنا واحدين قالوا أبينا ما دارنا الصالح الله قال شوفوا يا إخواننا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله البغاء هنا البغاء هنا الظلم هنا البغاء هنا إنها ما استجابوا للصلح لاحظ هم يكونوا يمكن يمكن الناس ديل مظلومين هم ما استجابوا للصلح ديل الله قال طالما ما استجابوا نحن نصالحهم كيف هم بيتحاربوا خليهم اللي يهدوا شويه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله تفيء الى امر الله يعني خلاص رضينا بالصلح يعني ربنا يوراك الصلح ده ما شغل حاكم ده ده امر من الله جل جلاله الحاكم اداه تنفيذ هنا فالحرب الحاصلة دي أكبر من قصة طائفتان يا أخوان أكبر من ذلك طيب آه... الاثنين قعدوا وقفوا خلاص نقفل الباب على كده خلاص الصالح وصالح معلش معلش خلاص لا 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 بعد داك الله قال شوف الحاصل شنو ما لو قفلناه حق... كده وبس رمات فوق نار تاني حينفجروا تاني الله قال لك لا شوف الحاصل شنو فإن فات حتى بغض إحداهما على الأخرى فقات التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما يا أخوان ورونا مشكلتكم شنو شوف المشكلة شنو شوف الدولة تبنت تدفع عليه الديات يدفع منو المهم جمعوا الحكاية دي يصالحون فإن فأصلحوا بينهما للعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فالحرب الحاصلة الآن دي أكبر من قصة إن, طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دي ما مسألة طائفتان طيب ممكن واحد يقول لك ندخل فيها إذا ديل يدخل فيهم قول الله في المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يبقى الحر ديل داخلين في دي لما داخلين في دي هم أكبر من دي اكبر من دي كيف اكبر من دي لأ, لا ديك يا اخي في منو نزلت ديك في ناس بيقطعوا طريق في ناس دي اكبر من دي نزلت الجماعة العرانيين جو المدينة واصابتهم لأواء المدينة وعيوا كده النبي عليه الصلاة والسلام ارسلهم لابل ليه؟ ليه الصدقة قال لهم شو للحارس بتاع ابل الصدقة خلوا يديكم لبن لبن الابل مع ابوالها يخلط لكم لبن الابل مع نسبه من البول كده هو الحارس ذاك واشربوه ان شاء الله تبقوا معافين كويسين الجماعه مشوا الحارس ما قصر قال له بعثنا لك رسول الله عليه الصلاه والسلام حلب لهم لبن وأداهم نسبة بسيطة كده من البول وقال لهم هاكم ده العلاج بالهنا والشفاء شيربوا ربنا شفاهم بقوا كويسين مش يقول ليش كتر خيرك وجزاك الله خير مسكوه وجددوا لعيونه وقتلوه وسرقوا الابل وجروا وديل اخف جرما من, من الحاصل الان على النبي عليه الصلاه والسلام جاء الوحي لحقهم رسل لحقهم لحقهم جدد لهم عيونهم جدد لهم عيونهم وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام صبرا يعني حبسهم كده ده لما ماتوا بالعطش ونزلت الآية بعد ذلك بيقى الحكم العام إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة دي بسموها آية شنو يا أخواننا في القرآن بسموها آية الحرابة حد الحرابة الحرابة دي منو اختلف الفقهاء بعد ذاك الحرابة دي إلا في الخلا ولا ممكن تكون في المدن قال كيف في الخلاء وفي المدن الامام مالك رحمه الله قال الحرابه لو حرام نط جوه البيت قبضناه قال فتشوا لقيتوا شايل مطوى اي سلاح ان شاء الله مطوى ان شاء الله شايل له برجل شفت البرجل شايل برجل قال ده يعتبر محارب ما يعتبر سارق ده حد حد حرابه ما حد السرقه السرقه حد ده براه بعدها الله قال والسارق والسارقه فقطع ايديهما جزاء بما كسباه نكالا من الله الله عزيز حكيم قطع يد لا لا ده يقتل ويصلب تقطع يده ورجله دي الحرابة الناس دي اكبر من حرابة يا اخواننا الناس دي سفكوا الدماء الناس دي ذهقوا الارواح الناس دي قتلوا الابرياء الناس دي قتلوا الانفس البريئة الناس دي اخرجوا المؤمنين والمؤمنات من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله ما نقوم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الناس ديل اغتصبوا وزنوا وسفكوا وعملوا أي حاجة وحرقوا أي شيء سووه يا أخي في فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. عقيدة منتهية كل واحد لابس له حجبات كلها طلامس وشعوذة ودجل يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى. ديل يعني مشوا مرحلة بعيدة الحق يقال. الآية دي ما بتنزل فيهم هم أكبر من ذلك... أكبر من ذلك الله المستعان